النجمة جيهان فاضل من نجمة مشهورة في مصر إلى اختفاء مفاجئ وحقيقة عملها كبائعة جبن وبطيخ في كندا. في البداية إذا عجبك الفيديو فبرجاء عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. الفنانة الجميلة جيهان فاضل والتي تبلغ من العمر الآن 48 عام، حيث أنها مواليد عام 1973 وهي خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. عرفها الجمهور لأول مرة في عام 1992 في فيلم آيس كريم في جليم مع النجم عمرو دياب، وأيضا دورها المميز في فيلم سهر الليالي عام 2003، ودورها في مسلسل أرابيسك عام 1994. أول أزمات النجمة جيهان فاضل كانت رحيل زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي عام 2012 وهو في سن صغير، تاركا لها 3 أبناء، مما أحدث حزنا وفراغا كبيرا في حياتها، لأنه لم يكن فقط أبو أولادها وزوجها، بل وكانت داعم لها في كل عمل في حياتها الفنية، وكانت تأخذ رأيه في كل كبيرة وصغيرة. آخر أعمالها كان في عام 2015 في مسلسل تحت السيطرة، وبعده مباشرة كان القرار المفاجئ بالهجرة إلى كندا هي وأولادها. غير أنه في الشهور الأخيرة تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للفنانة وهي تبيع الجبن وتقطع البطيخ في إحدى المتاجر، وظهر الأمر كما لو كان أنها تعمل بائعة في متجر في كندا بعد أن كانت نجمة مشهورة متألقة في مصر. ولكن لتوضيح هذا الأمر، وإن كان لكل إنسان يعمل في أي مهنة شريفة مهما كانت كل تحية وتقدير، ولكن جيهان فاضل لا تعمل بائعة في كندا، وإنما هي تمتلك السوبر ماركت الذي ظهرت تبيع فيه الجبن، وهو سوبر ماركت متخصص في بيع المواد الغذائية الشرقية للجالية المصرية وللجالية العربية في كندا، وهذا يعد من المشروعات المربحة جدا هناك. أما عن مشهد تقطيع البطيخ فقد كان ضمن فعاليات إحدى احتفالات الجالية العربية، والذي جرت العادة في مثل هذه الاحتفالات على توزيع بعض الأطعمة الخفيفة على الحضور، وهي كانت من المتطوعين للقيام بهذا الدور في هذا الاحتفال. أخيرا تحية لكل إنسان يشقى ويعمل في أي مهنة شريفة أيا كانت، من أجل لقمة عيشه ومن أجل مستقبل أولاده.